نعم ازيك يا اصدقائي، ان احنا النهارده هنعمل قزازات وحاجات جميله النهارده. وبصوا الحاجات دي، بصوا دي. مش تعرف الناس عليك وتقول لهم انت اسمك ايه؟ سليم، سليم ايه؟ سليم محمد رشدي. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معانا النهارده سليم. سليم ده في كي جي 1. يلا كلمهم عن نفسك. عندي 6 سنين. وعنده 6 سنين. شاطر ولا وحش في المدرسه؟ شاطر. شاطر؟ ما طيب، يعني وبتذاكر كويس؟ وبتعمل الهوم ورك بتاعك؟ طيب برافو عليك يا سليم، جدع. طيب انا عشان سليم بقى شاطر معانا يا جماعه، احنا النهارده هنعمل معاه حظاظات. هو نفسه في حظاظه، فاحنا هنعمل لسليم النهارده مع حظاظه وهيشتغل معايا. صح؟ صح. هتشتغل معايا ولا لا؟ هشتغل. تشتغل معايا؟ يلا نبتدي. نعمل باللون ده الاول. نعمل باللون ده. اللون ده اسمه ايه يا سمسم؟ ازرق غامق. هات كده نشوفه المقاس بتاع سمسم حبيبي. يلا انا شفتها خلاص اهو. هنقيسه تاني دلوقتي. كلم الناس بقى عن نفسك بقى، قول لهم. النهارده هنعمل حظاظات بألوان مختلفة. ممكن نعمل باللون ده، بس ممكن نعمل باللون ده. قول لهم اللون ده اسمه ايه. ده لبني، وده بينك، وده بينك تاني. شفاف، ده شفاف. ده بينك شفاف، وده اسود، وده اصفر. بس حطينا القفلة اهو يا سمسم، ودي الاستوبر اللي احنا بنقفل بيها. استنى ادوم. يلا يلا هات بقى، يلا حط هنا، يلا اشتغل. يلا شاطر. يلا ونزلها من سيبها، واحنا في الاخر هندخلوها. ندخلوها كده. يلا شاطر يا سليم. انت بتحب تشتغل بايديك يا سليم؟ شجعوا اولادكم على انهم يشتغلوا بايديهم ويسيبوا الموبايل شويه. صح يا سليم؟ صح. مين اللي ماسك الموبايل على طول؟ موبايل. لا لا ساعات ده كتير. شاطر، يلا كمل. انا حاسس ان هو مش هيكفي. لا هيكفي ان شاء الله، انت ايدك صغننه. اعمل لك انا واحدة تانية؟ لا ماشي، نعمله اتنين مع بعض. اعملي بينك. حاضر. طلعتش غير قفل واحد؟ لا نجيب لك قفل تاني. طلعت قفل واحد. ماشي نجيبه قفل تاني؟ يلا. فين يا اصدقائي؟ الحظاظات دي هنعملها بالوان كتيرة وحاجات حلوة كتير، وهتعجبكم ان شاء الله. هتعجبهم ان شاء الله. وانت تشجع صحابك ان هما كمان يشتغلوا. صح؟ صح. هاي سليم الاخبار، دي مقفولة من سيبها وحط غيرها. بتحب ايه يا سليم اكتر حاجة في الدراسة؟ الماس. الماس. شاطر يا سليم. هاي يا سليم خلصت؟ يلا بس وريني. بس المشكلة وريني مقاسك. لا مفيش مشكلة، هي كده نشوف المقاس كبيرة كده، نشيل منها كمان. لا نشيل منها كمان. بس في واحدة لقيتها مقفولة كده من هنا، بلاش منها. بصي في اتنين، في اتنين نحطه دي. مش
مشكلة مقاسي كده كده مش ازاي لازم مقاسك، امال انت عاملها لمين مش عاملها لنفسك؟ طيب نحط الاستوبر. استوبر هي اسمها كده الاستوبر. نقفل على الحظاظة كده. ما عارف عارف البتاع ده في ثلاثة بس في واحدة بايظة كده في اتنين صح؟ مش مهم بس يطلع لونها جميل. لسه طبعا يا اصدقائي هنعمل الوان تانية. هنعمل الوان تانية عشان خاطر سليم شاطر في المدرسة، واحنا ايه بنعمله الحظاظات عشان هو شاطر صح؟ مش نركب بقى، يلا نركب الحلقة بتاعتنا. هندخلها ايه؟ بص اهي، بص يا حبيبي اهي، دخلها كده جوه خلاص. بس كده مش احنا عملنا حظاظة النهاردة عشان خاطر سليم شاطر، هو كان نفسه في حظاظة صح؟ يلا خلاص حظاظة خلصت يا سليم، كلم اصدقائك بقى وقول لهم سيب بقى ده، يلا وريني بقى، يلا نمسك. الله لونها ايه رأيك في لونها؟ حلوة بس مش لازم البسها دلوقتي بدل ما لا البسها بقى وريها لاصحابك بقى واصدقائك، مش هشوفوا انت عملت ايه؟ اهي وريهم بقى، بس نحطهم قدام الكاميرا عشان اهو ما قدام الكاميرا اهي، يلا وريهم اهي اهي. بس يا جماعة ده لون حلو، هنعمل انا وسليم بقى يا جماعه حظاظات كتير وهنزل لكم الصور بتاعتها ماشي. في بينك مثلا، هنعمل بينك ونعمل اللبني ونعمل الابيض ماشي بس تمام، بس مش لازم البسها دلوقتي خلاص ماشي. يلا كلم صحابك بقى، يلا وسلم عليهم. النهارده هنعمل حظاظات كتيره. سلم عليهم بقى وقول لهم ايه هقابلكم في فيديوهات ايه تانية تانية كتير كتير صح. يلا باي باي, باي.